اليوم يعني أسردت اللجنة اللي تم تشكيلها برئاسة السيد النائب الأول لمجلس النواب في عملية التدقيق في عقود الكهرباء اللي هي يعني وصلت 81 مثل ما تفضلت 81 مليار، بل أقول فوق يعني فوق 100 مليار دولار. هذه المبالغ اللي تعادل موازنة بالكامل لعام كامل للدولة العراقية أهدرت في وزارة، وهذه الوزارة اليوم هي كهرباء بائسة وخطوط متعبة وشبكات متهرئة. لذلك لا يوجد مشروع يلبي طموح المواطن العراقي، ولازلنا في المربع يعني الأول، لم يعني نتقدم ولم نهيئ لهذه المؤسسة اللي هي لها تماس بحياة المواطن. لذلك اللجنة هي بوقت قياسي كانت قد أجمعت على المعلومات واطلعت، واليوم هي أدانت كل من تصدى لوزارة الكهرباء. يعني راح تكتفون فقط في الإدانة سيد لبخاتي، فقط في الإدانة والمليارات اللي مدرت؟ يعني احنا اليوم استاذ العزيز هو اليوم حافل بقضية خروج التوصيات. اليوم لجنتين في مجلس النواب أصدرت التوصيات وأحالتها إلى الرقابة المالية النزاهة. اليوم احنا دخلنا في معترك لمحاسبة من أساء لهذا البلد. لذلك احنا لا نجامل ولا نهادن بهذه المبالغ الكبيرة، ونتمنى بأن يكون حضور المواطنة وحضور الشفافية وحضور الكلام اللي هو يكون حقيقي وليس يسوق من خلال الإعلام. هذا اللي نتمناه، ونتمنى بأن هذه الاتجاهات اليوم اللي تثلج الصدور قضية التحقق وبفترات قياسية، ومنها اليوم لجنة الطاقة ولجنة الخدمات النيابية، نتمنى بأن تستمر هذه التحقيقات، لأن لدينا فيالق من الفاسدين، لدينا فيالق من الذين يتربصون لكل مشروع يريد الخير للعراق. اليوم أنا بس مداخلة، قضية الفاو، من له المصلحة بتعطيل مشروع الفاو؟ هذا الفاو اليوم اللي المعطيات تقول بالألف 2034 يعطي 100 مليار دولار للموازنة العراقية. هذه التدخلات وهذه المؤثرات يجب أن تكون هناك وقفة وطنية من خلال المجتمع العراقي، من هي الجهة التواصل الاجتماعي. أستاذ جاسم، من هي الجهة اللي راح تقرر طبعاً الخطوة؟ الجهة لا تعرف الجهة، والله لا أعرف الجهة أنا أقولها، بس هي المشكلة الوزير عندما يغير مسار خطابه ويذهب باتجاه شركات هي لا تمتلك الخبرة ولا تمتلك الأعمال المماثلة وليس لديها الأموال الكافية، وبينما هناك شركة حاضرة بالعراق ولديها استثناء من السيد رئيس مجلس الوزراء ولديها خبرة، وهي اليوم عملت على كاسر الأمواج ونجحت به، وواحد يتحجج لي بأن هناك فرق 100 مليون دولار، هي المية والخمسين هاي اللي تسرق من الفاسدين أعطيها لشركة نموذجية رصينة تنطيني مشروع إلى عمر طويل ينطي خدمة ينطي فائدة اقتصادية. هذا اللي أبحث عنه. أما قضية إحنا لحد الآن الناس تتظاهر وتلطم وتنقتل من الجوع، طيب يعني اللي هو البرلمان رافض الاقتصاد وقفة. نعم، البرلمان حدد هذه المليارات التي أهدرت، يعني إلى أي وقت راح نحقق هذا حصر هذه الأموال؟ يعني البرلمان بكل مؤسساته وبكل لجان الحقيقة اليوم لديه ملفات، وهذه الملفات مليئة بعلامات الاستفهام وشبهات الفساد، لذلك راح تكون هناك صولات لكل اللجان. اليوم لجنة الطاقة انبرأت ولجنة الخدمات، وهناك لجان أخرى في مجال الاستثمار في مجال البنى التحتية اليوم والمشاريع، آلاف المشاريع اللي تتبناها وزارات اتحادية متوقفة.
في مجال البنى التحتية، المشاريع الاستراتيجية المهمة، تحلية المياه، مياه مشروع الناصرية الكبير، مشروع المجاري الحلة الكبير، كل هذه المشاريع هي مشاريع اتحادية فشلت بها وزارات اتحادية ودفعت بها مئات المليارات. طيب هذا التقرير راح يبقى بالبرلمان أو يتحول للقضاء أستاذ جاسم؟ أنت ذكرت أنه رفعت توصيات للنزاهة ولجهات أخرى، هذا التقرير النيابي راح يرفع للقضاء؟ طبعا أولا لجنة النزاهة عندما تسمع هناك مشكلة فيها نوع من الاتهام أو شبهات فساد تطلب الأوليات، احنا راح نزودهم بالأوليات، وبعد ذلك من الأوليات هم راح تكون الحقائق والأدلة الدامغة على جهات معينة أو أشخاص سببوا في يعني هدر المال العام، فهذا الأمر هو قضية تسلسلية وقضية يراد لها وقت، لكن نتمنى بأن تكون هذه السياق حاضر في كل لجان مجلس النواب.